بعد وصول البعث الحكم سنة 68، بعد ما تركنا بغداد، أنا جماعة محسن الحكيم أرقي القبض عليهم، حكموا بعضهم، وسيد مهدي الحكيم حكموا غيابا بالإعدام. لكنه هرب واختفى، كان مختفي. سنة 69 احنا كنا كان مقاطعة بين قطيعة بين الأكراد ولا بين الثورة الكردية وبين البعث، حكومة البعث. انا كنت في كردستان، طلب مني البارزاني الذهاب الى منطقة اربيل والاتصال بعض الاشخاص اللي كان علنا ويا الحكومة، علنا ويا الحكومة وسرا وياهم، عندهم اتصالات سرية معهم للذهاب لانقاذ السيد مهدي الحكيم. تعرفونه وين مختفي؟ هو يعرف، اعطانا كلمة سر، والشخص اللي يتصلون به ومكان موجوده. شنو كلمة السر؟ ما اتذكر. ما تتذكر؟ ما اتذكر. منو الشخص؟ الشخص من جماعة الهركية، كان هركي؟ هركي، هركي، عشيرة هركي. نعم. كان السيد المرحوم أسعد فتاحة كان رئيس عشيرة الهركي، وعنده علاقة ويا الحكومة، عنده فرسان. اتخذت ورقة وبها كلمة السر ورحت له. نعم، ورسالة له. ورسالة بخط الملة؟ بخط الملة إلى أسعد هركي. طيب. أنا جيت للمنطقة، طبعا مو طريق سيارات، جيت مشي وحال مشي وحال على الدواب، إلى أن وصلت إلى منطقة بيشمركة قريبة من أربيل، وبعثت على شخص من أربيل اللي يوصلكم يتصل بالجماعة حتى يجون. فراح اتصل وياهم، قال انا جاي من البرزاني والرساله الى اسعد واريد اشوف الاسعد. فعينوا وقت، رحت الى قريتهم بين مصيف صلاح الدين وغربه، ومنطقة بعيدة وشوية عاصية. رحت هناك الليلة كلها منشي، إلى أن وصلنا هناك. هو ساكن كان في مصيف صلاح الدين، وخبروه وجاء ويا شخص آخر اسمه الشيخ جيدو، هو أيضا صديقنا. فأخبرتهم، انتهت الرسالة. انت الرسالة تعرف مضمونها؟ الرسالة تعرف مضمونها قبل لا قبل لا تعطيهم اياها؟ تعرف شو الهدف؟ ايه تعرف. عارف الهدف. ايه. والشخص اللي ويا اسعد هركي قال انا اقوم هرر. ايه. هو وين مهدي كان؟ نعم. مهدي الحكيم بذيش اللحظة وين كان؟ كربلاء مختفي. نفس المدينة؟ نفس المدينة. وانطيتهم اسم الشخص اللي راح نتصلوا به، ويقول فهو قال انا اروح اتصل به. راح اتصل بعد اسبوع 10 ايام، انا انتظرت المنطقة. بقيت انت تنتظر؟ موعدهم رجعت الى منطقة بيشمركة. بالمناسبة أقول ورا ما بلغتهم، ورا ما قالوا شيء، ورا ما تغدينا وياهم، قال لي أسعد هركي لازم هسه تروح تغادر، لأن هسه الخبر يوصل لأربيل ويمكن قوات عسكرية تجي
نعم. لازم لو احنا نقاتل وياكم لو ننازل وياكم لازم تروح. قلت له والله انت تعبان ما اروح. هذه الأوقع أنا واحد من جماعته من جماعة تركي قلت إلا لازم توصلوني بسيارة إلى حدود منطقة بيشمركة. يلا أروح. هذا واحد من جماعته قال أنا أوصلك. اسمه أكرم بعد ما وجد عزال. قال زين عمر هزاع كان قائد فرقة في أربيل. عمر هزاع. عرفه أن عمر هزاع من كان أمر فوج في أربيل و كمان مصطفى كان أمر لواء صديقي هو وقتها بالستينات 64 65 هو عرفني على عمر هزاع. قال تكتب الرسالة إلى عمر هزاع لأن هسه راح الخبر يوصل للأمن ويقولون هو جاي من مصطفى أنت ما قايل لنا. فأقول لهم ها جايب رسالة. كتبت الرسالة إلى عمر هزاع باسمه. قلت له أنت خوش آدمي وأنت من أقارب أحمد حسن بكر وهذا القتال مو من مصلحة أحد، فأرجو تتوسط لدى أحمد حسن بكر حتى يصير من بيناتنا صلح. كتبت الرسالة هيك من جبل. فراح هو سلم الرسالة رأسا لكن فرح بي عمر هزاع فرح بي. وطبعا الأمن صاحوا أسعد قال جاي فلان يما. قال إيه. قال شو قال الرسالة القائد القر جاي. المهم مهدي الحكيم ما صارت قصته. إيه. فالشخص اللي راح لمهدي الحكيم وراء أسبوع وشارت أنا انتظرت إجا خبرني خبرني قال يوم اللي وصلت رحت يمن الشخص المطلوب. قال والله الورحة أول ورحة أنقذنا طلع سيد مهدي ووصل سالما إلى أحد دول الخليج.